المباراة تبدأ بأقدام لاعبي الاتحاد. تحرك ممتاز من نيمار. بيخلص الخطورة عن مناطق قريبة جدا. ضاعت الكرة. هجوم من الاتحاد. فرصة خطيرة مع نيمار. لابد أن يتصرف. هدف في الافتتاح يأتي مبكرا. لا يتأخر. الطريق مفتوح لمزيد من الأهداف. شوف الأجواء. انظر إلى المباراة. نقطة تحول الآن في هذا اللقاء. إن مباراة اليوم راح تكون مليئة بالأهداف. تظلنا فقط 10 دقائق لمشاهدة أول هذه الأهداف. خطأ وركلة حرة في وقت مبكر جدا. فيل فودن. يوسف النصيري. كرة سهلة بيلتقطها الحارس. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. كريستيانو يحاول دعم الهجوم الآن. فرصة تنتهي والكرة مع الفريق الخصم. خيسوس نافاز. فيل فودن. نيمار. يوسف النصيري. فرصة لوضع الكرة في الشباك. يجب أن تستغل. خطيرة جدا. شوف اللمسة الأخيرة. فرصة بتضيع بعد تمريرة مثالية. كرة تصل إلى صلاح لطرف الملعب. فيل فودن. سيرجيو أغويرو. كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. فرصة ممكن يسجل فيها. فرصة كبيرة كانت لكنها لم تستغل. وكان بالإمكان أفضل مما كان. أهدرها وهو في موقف الواحد على واحد. الشوط الأول ينتهي 1-0. ينطلق الشوط الثاني ومعه يبدأ بحث مانشستر يونايتد عن العودة في المباراة. تغيير الوضع الآن. بدأ الفريق يستحوذ. لازم يسجل. هذه ما تضيع. يجب استغلال الفرصة. حلوة البيت. نيمار. يا لعيب يا فنان. الله يا نيمار يا نيمار. مشاهدينا النتيجة الآن 2 مقابل لا شيء. مدرب اصحاب الارض يفكر بضخ دماء. فرصة متاحة. يا لعيب. الكرة ببطن القدم بلمسة في الشباك. يجري نادي الاتحاد. ديابي. سيرجيو أغويرو. فيل فودن. الحكم يعطي الأفضلية للمان يونايتد. شخصيا كنت أتوقع بأن الحكم سيخرج البطاقة الصفراء في وجه اللاعب. لكن فرصة خطيرة هنا. كريستيان بوليسيتش. أوه هذه كلمته. وعلى الجميع الاستماع. وعلى الجميع الاستماع. الآن أصبح الفارق كبيرا بين الفريقين. ولا أعتقد بأن هناك مجال للعودة في هذا اللقاء. تمرير. فرصة لوضع الكرة في الشباك. انطلق بشكل مبكر. وقع في التسلل. كرة كانت من الممكن أن تشكل خطورة.
الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها. بيلعب لك كرة بينية عالية، هذه تصويبة، مستحيل اللعبة، مستحيل اللقطة، الله على الكرة، على النهاية، أوه على هذا الهدف، متاني. خماسية نظيفة، نتيجة عريضة جدا، من المستحيل تعويضها. الربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة، كرة خطيرة الآن، لابد أن يتصرف، ضربة راسية يا لعيب، الله على هذه الكرة. كبيرة جدا، 6 أهداف مقابل لا شيء، نصف درزا، نتيجة من المستحيل تعويضها. نيمار وفرصة هدف الآن، فرصة خطيرة مع نيمار، أوه بكل هدوء بكل أناقة، الله على النهاية. من جانب واحد فرق الأهداف كبير ورح يكون من الصعب تعويضها. 2 دقيقة فقط ويعني الحكم المباراة نهاية اللقاء. 1 دقيقة كوقت بديل في المباراة. أوديون إيجالو، والآن تأتي صفرة نهاية المباراة وفوز لأصحاب الأرض على ملعبهم وبين جماهيرهم.